ضو معي محسن. نبي السلام عليكم ورحمه الله. احنا تنتفاجئوا بهذا الخبر اللي وقع دابا، هذه الكارثه اللي وقعت، والحمد لله نحصل حتى شي واحد ما تقاس. كما تشوفوا انتم وراه كل شيء قدام عينيكم. دونك هذاك النص اللي راب ماشي ديالنا، ديال الورثه اللي معانا، وحنا تنجدوا المسؤولين وتنطلبوا من المسؤولين ان شاء الله الا يجيو يشوفوا لنا هذه الشهاده، لاننا حنا ديما تنقولوا لهم وتنعاودوا تنديكلاري وقبل ما يوقع هذا الشيء، وحتى شي واحد ما حتى شي واحد ما رد لنا لا حتى شي جواب. وانتم كما تشوفوا راه راب النص، الحمد لله كانت جالسه موينه وعمتي والدراري الصغار وهذاك الشيء، حتى تنتفاجئوا بهذا الخبر. الوالدة ديالي دابا كاينة مع كاينة عند الشرطة القضائية تياخذوا معلومات على الدار ومسائل اللي وقعت دابا. المهم كما تتشوفوا كنت جالس انا والدري الصغير هنا، وانتم تتشوفوا كلشي بعينكم تحت الدار. دخل هنا عيطنا للدائرة، جاو الى المخزن والصحافة، لا اله الا الله، ما لقيت ما نقول لا اله الا الله وصافي. المهم كنت جالس انا والخوا دري الصغير هنا، ها هو اجي. المهم جلس انا وياه ما بينا ما علينا واحد شويه حتى تنسمعوا الضرات، وانتم كلشي قدام عينيكم. دخل هنا عيطنا للمخزن، جات عيد الدائره والصحف شي اللي كاين. احنا ورثه، احنا بنينا احنا هنايا، والدار الاخرى ما بغاوش يتكلفوا بها الورثه الاخرين. وانتم كما تتشوفوا الموت تاع الموت بدا تيري بهادشي، بس الدار الله الحمد لله.